السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار وتتابعونا فيها. لقاء بين المترشح السابق للرئاسة بيرهام الداه عبيد والناطق باسم الحكومة الموريتانية السيد نعالي والمحمد خونة. ملك سواتيني مسواتي الثالث يبدأ زيارة لموريتانيا تستمر 3 أيام، تعتبر الثانية له منذ 2017. وزير الخارجية يشارك في اجتماع بين نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية مجموعة دول الساحل الخمس. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استقبل المترشح السابق للانتخابات الرئاسية بيرهام الداه عبيد في مقر حملته بنواكشوط الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة سيد نعالي والمحمد خونة. وقال بيرهام في تصريح للصحافة على هامش اللقاء إنه ناقش مع والمحمد خونة ضرورة الجلوس على طاولة الحوار والبحث عن حلول للمشاكل التي وصفها بالعالقة. وأضاف بيرهام أنه طرح ضرورة تنقية الأجواء من خلال إطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي أحمد دول الوديعة وتوقيف المتابعة القضائية ضد المعارضين في الخارج. المزيد هم قطاعات أخرى اتطرقنا على شي فيها كيف حقوق الإنسان وكيف التعايش وكيف الأمور الاجتماعية الحادة للمواطنين، وهذا كامل رؤيتنا والفاتنا راك متوافقين نحن فيها ومعالي الوزير والنظام اللي يمثل الحكومة اللي يمثل عنا. يا الله نقعدوا لطاولة الحوار وتبادل الآراء ونواصلوا فيه الحل هذه المشاكل بالاستعداد من الأطراف كامل. وقلنا عن تنقية الأجواء نبقوا إطلاق سراح جميع المعتقلين بما فيهم زميلكم أحمد الوديع على رأسه، وتوقيف جميع المتابعات القضائية ضد المعارضين اللي في الخارج وأمور أخرى اللي تتعرض لها لجان فنية هي اللي هي تشرف على ذيك الاقتراحات والاقتراحات المضادة. وشكرا. وقال بيرهام إن لقاء الناطق باسم الحكومة سيشمل باقي المترشحين المعارضين للانتخابات الرئاسية، مضيفا أن أي حوار أو تفاوض أو نقاش مع النظام سيكون موحدا وقائما على الأسس والمواقف التي وضعها المترشحون المعارضون. نأكد عن هذا الإجراء معمم وله يعمم على الأقطاب المترشحين الأربعة، به اللي المعارضة متوحدة في أقطابها الأربعة والوثيقة اللي تعدل وثيقة تجمع الأقطاب الأربعة للمعارضة، وذا اللي تقوم به من حوار تفاوض ومن نقاش مع النظام اللي تقوم به بصفة موحدة إلى الأسس والأفكار والمواقف اللي متوافقين عليهم أقطاب المعارضة الأربعة. من جانب آخر قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيد نعالي والمحمد خونة إنه استمع لطرح بيرهام الداه عبيد في إطار تطبيع العلاقة بين معارضة تنتقد وتقترح وأغلبية حاكمة وتقرر، مضيفا أن الحكومة ستجيب على الوثيقة المرتقب أن تتم صياغتها من طرف لجنة مشكلة على مستوى المترشحين المعارضين. احنا جينا هون تلبية دعوة من الأخ المرشح السابق للرئاسيات بيرهام الداه عبيد وجابرنا معاهم وصنتنا ذيك المسائل اللي تهم بيهم في إطار
تطبيع العلاقة بين معارضة تنقد وتقترح وأغلبية حاكمة وتقرر. وصنفنا الأمور اللي يهموه، وإن شاء الله كيف قال لكم الأخ لأن فيه لجنة على مستواهم الساعة اللي ساقت ذيك النقاط كاملة ندوروا إن شاء الله على مستوانا نجاوبوا عليها. وشكرا. ومعنا في الاستوديو سيد أحمد البابا المدير الناشئ للناشر عفوا لموقع زهرة الشنقيطة. أهلا وسهلا بك. أهلا بك حياك الله. أعطيكم العافية. بداية ما دلالة هذا اللقاء بين الناطق باسم الحكومة والمترشح السابق برام الداع بيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هو استجابة سريعة للطلبات التي تقدم بها المرشحون الأربعة الذين نافسوا المرشح محمد بن الشيخ الغزواني في الانتخابات الأخيرة. نحن كنا أمام مؤتمرات صحفية متتالية أعلن فيها المترشحون رفضهم لنتائج الانتخابات، ولكنهم في الواقع أيضا أعلنوا استعدادهم للتعامل مع نتائجها من خلال دعوة السلطة إلى حوار سريع لتجاوز الأزمة السياسية التي دخلت البلاد برأيهم بعد الانتخابات الرئاسية. الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز يبدو أنه عازم على تسوية الأوضاع السياسية قبل تسليم السلطة لرفيقه وزميله محمد بن الشيخ الغزواني. هو معني بتطبيع الحياة السياسية وأن لا يسلم له السلطة على واقع أزمة طيب. سياسية. لذلك رأينا رئيس حزب الاتحاد من الجمهورية بالإنابة ورئيس لجنة تسيير الاتحاد من الجمهورية سيدنا علي محمد خونة بادر اليوم بزيارة المرشح الذي حل في المرتبة الثانية برام الداه العبيدي، وهنالك زيارة لبقية المترشحين من أجل حل حالة الأوضاع وإعادة الأمور إلى طبيعتها. طيب. أين القسام يريدون أن يتجاوزوا إلى ذلك؟ يعني أقل من شهر أمام قبل أن يغادر الرئيس الحالي الذي تحدثت عنه، ترى أنه يمكن أن يسوي الأمور قبل أن يذهب فترة قصيرة جدا، لكن السؤال الآن هو هل نعتبر هذه بداية أو تمهيد لحوار سياسي مرتقب؟ الأكيد أن الحكومة الحالية لم يعد من الوارد أن تتولى على المشاكل المستعصية والخلافات تسوية الخلافات السياسية القائمة منذ فترة بين المعارضة والأغلبية، ولكن ما يجري الآن هي محاولة تهدئة المناخ السياسي داخل البلد، تهدئة الأوضاع السياسية، نوع من تطبيع العلاقة بين السلطة والمعارضة من أجل حتى أن يكون هنالك أن تظهر موريتانيا في عرسها الديمقراطي المرتقب، وهو انتقال السلطة من رئيس مدني منتخب إلى رئيس مدني منتخب وهي غير منقسمة على ذاتها بهذا الشكل الحاد، أن تنزع الأزمات التي الأزمة التي وقعت مع إعلان النتائج من خلال إطلاق سراح المعتقلين كافة، سواء المعتقلين الذين اعتقلوا بعد الأحداث في السبخة والميناء أو الصحفي المعتقل أحمد والوديعة، وكذلك وقف المتابعة بحق المعارضين في الخارج وهم جزء أصيل من المعارضة. هل تتحدث الآن عن بداية حوار سياسي؟ هذه تمهيد هذه إجراءات مطلوبة لإعادة الثقة. طيب لو جرى هذا الحوار على أي أساس سيبنى برأيك؟ هذا سيبنى على كما قلت لك على هذه إجراءات لحسن الثقة للثقة لإعادة الثقة بين السلطة والمعارضة، إجراءات من أجل أن يظهر الرئيس محمد الغزواني وهو يتسلم بلد بكل أطيافه لا بلد منقسم على ذاته، أن يكون فعلا تتويجه كرئيس البلاد في الثاني من أغسطس القادم وتتويج لرئيس منتخب في ديمقراطية مقبولة من ناحية سياسية إلى رئيس مفروض بقوة السلطة على الشعب الموريتاني. وأعتقد أن السلطة بهذا تعطي رسالة إيجابية، أولا من حيث سرعة الاستجابة لطلبات المعارضة، الثانية انتقال بهذا الشكل العلني الذي هو في النهاية طمأن للرأي العام، طمأن للشارع السياسي الذي قسم في الانتخابات الأخيرة أنه لا إقصاء لأي طرف كان، لأي مكونة كانت، لأي جهة كانت، وإنما هي رسالة للجميع من أجل مقاربة أكثر ربما تنضج مع تسلم الرئيس محمد الغزواني. طيب. ما أبرز ما سيتم التفاوض عليه بين الحكومة ومترشح المعارضة برأيك؟ يعني أهم النقاط. زعماء المعارضة الذين شاركوا في الانتخابات والقوى السياسية الداعمة لهم لديهم رؤى معروفة، برام الداه العبيدي منها لديه طرح حقوقي، لديه مظالم اجتماعية تعدد عنها، لديه رغبة في مستوى من العدالة، سيد محمد البكر يحاول أن يدخل الحياة السياسية من جديد وربما يشكل حزب سياسي، لديه أيضا رؤية في العدالة، إصلاح العدالة، إصلاح التعليم كذلك، هذه أشياء أعتقد أن الملح منها الآن هو تسوية المظالم الاجتماعية، محاولة الشروع في إجراءات لتحسين واقع الناس، محاولة الشروع في إجراءات لتخفيف حدة التوتر وإعادة الثقة للحياة السياسية، محاولة رفع الضغط الأمني والسياسي على المنافسين من خلال حياة سياسية طبيعية كما قال الوزير، فيها معارضة تنتقد وتتحفظ وتطرح رؤى وفيها سلطة تقرر وتنفذ. هذا هو. طيب الناطق باسم الحكومة تحدث عن معارضة تقترح
وتنتقد وعن حكومة تقرر وحاكمة أيضا، هل سيعترف المترشحون برأيك المعارضون بنتائج انتخابات رئاسية بعد أن لوحوا باللجوء للقضاء الدولي بعد هذه الخطوات؟ أنا أعتقد أن هذه الرسالة الإيجابية مساء اليوم قد تمهد لحضور بعض المترشحين لحفل تنصيب المرشح محمد الغزواني، وهو اعتراف تسعى السلطات إليه. قد لا يعلنوا عن اعترافهم بنتائج الانتخابات بالشكل الصريح، هنالك بعض الأحزاب السياسية الداعمة تقريبا أعلنت أنها غير معنية برفض نتائج الانتخابات، وبالتالي كل هذه الإشارات تضغط وتدفع باتجاه مستوى من الاعتراف بشرعية الرئيس محمد الغزواني. أغلب الذين شاركوا في الانتخابات هم لم يقدموا بالفعل نقاط مخلة بالمنظومة الديمقراطية يمكن الاعتماد عليها لرفض النتائج، هنالك مناورة سياسية. أعتقد أن الحكومة بهذا التصرف قد تسحب بعض فتيل الأزمة وتمهد لأجواء سياسية طبيعية تمكن الرئيس القادم محمد الغزواني من إدارة الملف وتسلم البلاد دون تأزيم أو أزمة سياسية مستفحلة كالتي كان الموريتانيون يخشون منها بعد نتائج. إلى أي حد يمكن الحديث عن دخول أحد مترشح المعارضة في الحكومة المقبلة للرئيس الجديد المنتخب؟ كل الأمور واردة، بعض المرشحين أعلنوا عن إمكانية التفاهم والتحالف مع السلطة إذا كانت هي تريد ذلك. لا أعتقد أن جل المرشحين سيكونوا شريكا في السلطة حتى ولو عرضت السلطة، ولكن بعضهم على الأقل لا يمانع إذا كانت هنالك ضمانات سياسية من خلال التسيير من خلال المشاركة أن يكون شريكا في السلطة القادمة. لديهم بعض الأصوات، لديهم جمهور، لديهم مطالب، لديهم آمال يسعون لتحقيقها. لا أعتقد أن في النهاية رفضوا السلطة، هم كانوا يسعون إلى السلطة كاملة، قد يلجؤون إلى قبول بعضها إذا قبل الرئيس المنتخب بذلك. عموما نحن نزلنا في بداية المسار، لن تتضح ملامحه قبل تسلم محمد الشيخ الغزواني للسلطة، ولكن ما تم اليوم هو رسالة إيجابية بالفعل، هو رسالة طيبة لتهدئة الأوضاع السياسية بعد الاحتقان الذي عشناه خلال الفترة الماضية. مجرد ظهور برامول الداهو العبيدي ومحمد خونة وسيد علي محمد خونة في مقر حملة برام، طيب هو رسالة إيجابية للجمهور الذي كان يخشى الاستهداف. طيب سيد أحمد الباب المدير الناشئ لصاحبة زهرة الشنقيط، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا. إلى شأن منفصل، حيث بدأ ملك سواتيني مسواتي الثالث زيارة لموريتانيا تستمر 3 أيام، أجرى في مستهلها مباحثات مع الرئيس محمد عبد العزيز بمطار نواكشوط الدولي يوم التونسي، وناقش طرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد سعيهما إلى تعزيزها في مختلف المجالات. وكان الرئيس محمد عبد العزيز قد زار مملكة سواتيني شهر إبريل الماضي، كما سبق لملك سواتيني أن زار موريتانيا يوليو 2017. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. مسواتي الثالث ملك مملكة سوازيلاند سابقا وسواتيني حاليا، يحط بمطار أم التونسي الدولي في زيارة لموريتانيا تستمر 3 أيام، وتعتبر الثانية له للبلاد منذ عام 2017، حيث شارك في أعمال القمة الإفريقية التي احتضنتها نواكشوط. وقد تباحث مسواتي الثالث مع الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز، وتطرقت مباحثات الطرفين للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما شملت المباحثات كذلك المستجدات على الصعيدين الإفريقي والدولي. وكان العبد العزيز قد زار سواتيني شهر أبريل الماضي بدعوة من مسواتي الثالث، وهي أول زيارة له للمملكة الإفريقية الصغيرة التي تحدها من الشمال والجنوب والغرب دولة جنوب إفريقيا، ومن الشرق تحدها دولة موزمبيق. تبادل الزيارات بين الطرفين هذا يأتي بينما تستعد موريتانيا لتنصيب رئيس جديد لها خلفا للرئيس الحالي محمد العبد العزيز الذي أمضى في السلطة ولايتين. أما مسواتي الثالث فيتولى الحكم في بلاده منذ أزيد من 3 عقود، وكان قد ورث السلطة من أبيه بعد رحيله. ولم تكن العلاقات بين موريتانيا وسواتيني معروفة بشكل كبير قبل أن يزور مسواتي نواكشوط ويستقبل العبد العزيز مبعوثا منه يدعوه لزيارة سواتيني التي تعتبر الأحزاب السياسية محظورة فيها، وتحتل المركز 47% في مجال حرية الصحافة بحسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود صادر العام الجاري، كما أن أزيد من 60% من سكان المملكة الذين لا يتجاوزون 1.5 مليون
يعيشون تحت خط الفقر. شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل والشيخ أحمد في الاجتماع الخامس بين نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي مسؤولة شؤون الخارجية والأمن بالاتحاد فيدريكا موغريني ووزراء الخارجية بمجموعة دول الساحل الخمس، ويناقش الاجتماع الذي انطلقت أعماله اليوم بالعاصمة واغادوغو التنمية والأمن في منطقة الساحل وتفعيل نشر القوة المشتركة لدول الساحل لمحاربة الإرهاب وتهريب المخدرات. احتج صحفيون من مؤسسات إعلامية مختلفة في العاصمة نواكشوط تضامنا مع صحفي المعتقل أحمد وللوديعة والمطالبة بإطلاق سراحه، ويأتي هذا الاحتجاج يوما بعد لقاء المحامي إبراهيم اللبتي وللوديعة في معتقله بنواكشوط، حيث وصف الظروف العامة لاعتقاله بالمرضية. المرضية المزيد في هذا التقرير. صحفيون يحتجون مجددا في العاصمة نواكشوط للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي المعتقل أحمد ولد الوديعة، ورفع المتظاهرون لافتات تشيد بأدائه الإعلامي وتدعو للإفراج عنه. الصحفيون المشاركون في الاحتجاج دعوا للإفراج عن ولد الوديعة أو توجيه تهمة واضحة له وإحالته إلى القضاء. أي وقفة للتضامن مع الزميل أحمد الوديعة. نحن طبعا ضد توقيف حرية أي شخص مهما كان من باب أحرى أن يكون الصحفي، لذلك نطالب بالإفراج عن الزميل وديعة أو توجيه له تهمة واضحة وإحالته إلى القضاء، هذا هو المطلوب. وكان محامي ولد الوديعة إبراهيم اللبتي قد التقاه لأول مرة زوال الاثنين في معتقله بنواكشوط، وقال إن ظروف اعتقاله مرضية بشكل عام وإنه يتوقع خروجه في أقرب وقت. وكان اللقاء في الحقيقة بصفة عامة كان ظروف حسنة مرضية. قدم لي بعض المآخذ على الظروف اللي هو فيها، وحدثت فيها المفوض اللي كان معايا والتزم لي عنه إن شاء الله ولا يحسن لذيك الظروف كما على أحسن ما المتنافسين. وقد اعتقل الصحفي بقناة المرابطون أحمد ولد الوديعة فجر الأربعاء الماضي من منزله بالعاصمة نواكشوط، ولم تعرف بعد التهم الموجهة له، وقد أمضى 5 أيام دون معرفة مكان اعتقاله ودون السماح لمحاميه وذويه بزيارته. نددت المنظمة النسائية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل باعتقال عضو المكتب التنفيذي للحزب أحمد للوديعة، ودعت المنظمة النسائية خلال احتجاج نظمته في نواكشوط إلى إطلاق سراح للوديعة المعتقل منذ فجر الأربعاء الماضي. نطالب بإطلاق سراح المناضل أحمد للوديعة، ونندد باختطافه عن أطفاله وأسرته. نريد إطلاق سراح أحمد الوديعة لينضم إلى أسرته، إلى والده وأبنائه وإخوته. ما في معنى نهائيا لاختطاف أحمد الوديعة، ما عنده ذنب أحمد الوديعة، ما عدى ذنب يختطف عليه. كان الأولى بهم أن يختطفوا اللصوص وأكلة المال العام والمفسدين، أما أحمد الوديعة فمكانه أن يكون حرا بين أبنائه وبين مناضلي حزبه وبين إخوته. أطلق البنك المركزي الموريتاني ورشة بالعاصمة نواكشوط لتحسيس الفاعلين الوطنيين حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ويقول البنك المركزي أن هذه الورشة التي شارك فيها خبراء وفاعلون في المجال المصرفي الموريتاني تدخل في إطار إصلاحات يقوم بها. نحن هنا في إطار الورشة حول تعزيز الاستراتيجية الوطنية بتعزيز الاندماج المالي، وهذا يدخل في إطار مجموعة من الإصلاحات في البنك المركزي الموريتاني في إطار استراتيجيته العامة للاندماج المالي والشمول المالي وتقوية القطاع المصرفي والمالي. في مجموعة من الإصلاحات انقبلت من الإطار القانوني والتنظيمي اللي متعلق بالنمو القوانين، فاتوا عدلوا في القوانين اللي خرجت 2018، وفي مجموعة من الإصلاحات متعلقة بالتنظيمات مبارك معها فيها شي فاتخال فيها شي أنكورد في إطار الإصدار،
وهذه عباره عن مجموعه من الاطر، مجموعه من الخبراء الدوليين اللي جايين هون ياكي يتخموا ويفكروا مع المعنيين بالامر من 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 مؤسسات التمويل الصغرى، من مكاتب الصرف، من هيئات التحويل الى غير ذلك من المجموعات المعنيه بالامر، يفكروا بالابعاد الاستراتيجيه والامور الضروريه اللي رتبتنا عليها. وستختتم ان شاء الله هذه الورشه بمجموعه من الضوابط اللي تقوم عليها هذه الاستراتيجيه. واشكركم. مغاربيا، انتهت الاجال الرسميه لعهده الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح دون ان تتمكن البلاد من تنظيم انتخابات رئاسيه بعدما اعلن المجلس الدستوري استحاله تنظيمها في موعدها المحدد في الرابع من شهر يوليو الجاري. وكان بن صالح قد دعا قبل ايام الى في خطاب له القاه قبل ايام بمناسبه الذكرى 57 للاستقلال الوطني الجزائري الى حوار وطني شامل تقوده شخصيات وطنيه ولا تشارك فيه السلطه ولا الجيش ويفضي الى انتخابات رئاسيه. تفاصيل اوفى نتابعها فيما يلي. انتهاء الاجال الرسميه لعهده الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح وفق ما ينص عليه دستور البلاد، حيث كان ينتظر إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو قبل أن يعلن المجلس الدستوري استحالة إجراء الانتخابات في وقتها. وقد أفتى المجلس الدستوري في وقت سابق بأن يبقى بن صالح في منصبه إلى حين انتخاب رئيس جديد يتولى رئاسة البلاد بعد استقالة بوتفليقة قبل أشهر. وكان بن صالح قد دعا في خطاب له ألقاه قبل أيام بمناسبة الذكرى 57 للاستقلال الوطني الجزائري إلى حوار وطني شامل تقوده شخصيات وطنية لا تشارك فيه السلطة ولا الجيش ويفضي إلى انتخابات رئاسية. وقال بن صالح إن جميع مؤسسات الدولة الجزائرية بما فيها الجيش ستلتزم الحياد في الحوار الذي دعا له، والذي يسعى من خلاله إلى توافق مختلف الأطراف على تنظيم انتخابات رئاسية. وكانت أحزاب سياسية معارضة قد نظمت مؤتمرا أطلقت عليه اسم منتدى الحوار الوطني، عبرت من خلاله عن السعي إلى المساهمة في تشكيل مشاركة واسعة من أجل الخروج من الأزمة القائمة منذ أشهر، والتي على إثرها استقال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد لعقدين من الزمن. وكانت العاصمة الجزائرية وعدد من المدن قد شهدت خروج آلاف الجزائريين الأسبوع الماضي بمناسبة الجمعة 20 والتي تزامنت مع عيد الاستقلال، وطالبوا برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقد اعتقلت السلطات الجزائرية عددا من المسؤولين في نظام بوتفليقة بتهم تتعلق بالفساد، وتشكل محاسبة المسؤولين في نظام بوتفليقة أحد المطالب التي يرفعها الحراك الجزائري. تباحث رئيس الوزراء الجزائري مع وزير الداخلية الليبي حول مستجدات الوضع في طرابلس، وذلك على هامش زيارة أداها الوزير الليبي للجزائر. وأكد رئيس الوزراء الجزائري استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح الحوار الوطني الليبي، كما طالب الأمم المتحدة بإصدار بيان بشأن الظروف الحالية التي تمر بها ليبيا. التفاصيل فيما يلي. رئيس الوزراء الجزائري ووزير الداخلية الليبي يبحثان في العاصمة الجزائرية مستجدات الوضع الليبي، وضع يستدعي بحسب رئيس الحكومة الجزائري من الاتحاد الافريقي الحديث عن الدول التي تزعزع الامن والاستقرار في ليبيا وان يسميها باسمائها. وطالب نور الدين بدوي الامم المتحدة باصدار بيان حول الظرف الحالي الذي تمر به ليبيا جراء محاولة حفتر السيطرة على العاصمة طرابلس. وأكد بدوي استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح الحوار الليبي، مضيفا أن هناك امتعاض لدى القادة الأفارقة بشأن الوضع الحالي في ليبيا. وتأتي زيارة وزير الداخلية الليبي فتحي باشغاء أسابيع بعد زيارة رئيس حكومة الوفاق فايز سراج الجزائر، وهي الزيارة التي لم تستغرق سوى بضع ساعات، وكانت تطورات الوضع في ليبيا أهم محاورها.
وتأتي زيارة وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية تزامنا مع تهديدات جديدة صادرة من القوات التابعة لحفتر حول استئناف عملية عسكرية جديدة للسيطرة على طرابلس، وهي العملية التي كانت قد بدأت منذ أشهر، وأعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق حينها عن التصدي لها ومنعها من السيطرة على العاصمة طرابلس. ويرى مراقبون للوضع الليبي أن الأزمة الحالية تزداد تعقيدا في ظل تدخل الدول الأجنبية، مؤكدين أن الدعم الخارجي وتوريد الأسلحة ومنع المهاجرين غير النظاميين من الفرار من مناطق القتال عوامل لا تسهم في تعزيز الاستقرار في البلاد، وليس من شأنها إيجاد حلول للأزمة في الأفق القريب. نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها لقاء بين المترشح السابق للرئاسة برهم الداها عبيد والناطق باسم الحكومة الموريتانية سيدنا علي والمحمد خونة. ملك سواتيني مسواتي الثالث يبدأ زيارة لموريتانيا تستمر 3 أيام تعتبر الثانية له منذ 2017. وزير الخارجية يشارك في اجتماع بين نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية مجموعة دول الساحل الخمسة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم.